ينضم إلينا دكتور علي الزيتاوي رئيس فريق التقصي الوبائي في الشمال. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور علي، وسأبدأ معك بهذه التوصية. الأسباب التي دعتكم إلى رفع هذه التوصية بشكل طبي وأيضا بمبررات إن كانت موجودة، وكيف يتم التعامل الآن مع هذه المناطق المعزولة؟ نعم، إحنا التوصية هي رفعناها لعطوفة المحافظة اللجنة التنفيذية على أساس فك الحجر الأمني الموجود على المناطق هاي اللي أنت ذكرتها، بناء على التحاليل والعينات اللي تم سحبها من الناس الموجودين في المنطقة المخالطين للناس اللي كانوا مصابين إيجابيين، وظهرت عيناتهم كلها والحمد لله سلبيين بعد الفحص الأول والفحص الثاني. وإضافة إلى ذلك هم لهم حوالي 26 يوم بالحجر الأمني، فكملوا فترة الحضانة كاملة، يعني هي 28 يوم تقريبا. بناء على ذلك لما بطل يطلع لنا ولا أي عينة إيجابية والناس أثبتت التزامها بالحجر المنزلي، تم رفع توصية للجنة التنفيذية برئاسة عطوفة المحافظ على أساس أنه إحنا من ناحية صحية أكملنا الواجب اللي علينا هناك، بإمكانهم رفع الحظر الأمني، ولكن إحنا كلجان تقصي لن نتوقف عن العمل في المناطق حتى إذا تم رفع الحظر الأمني عنهم. طيب الآن متى تم رفع هذه التوصية دكتور علي؟ وبالتالي هل هناك يعني شبه قرار أو حتى استراتيجية محددة للتعامل برفع العزل فعليا؟ لجنة الأوبئة صحيا إحنا رفعنا التوصية اليوم للجنة، اليوم كان في عندهم اجتماع وتم رفع التوصية لعطوفة المحافظ، لكن بظل الأمر رفع الحجر الحظر الأمني من أمر المحافظ نفسه، لأنه هاي جهات أمنية إحنا ما بنتدخل بها صحيا. إحنا بنرفع التوصية الصحية والتنفيذ هناك الجهات الأمنية، متى بيروا أنه مناسب يرفعوا الحظر الأمني ويسحبوا القوات من المنطقة هم حرين، يعني هاي على الجهات الأمنية. طيب عندما نتحدث عن 6 مناطق في المحافظة دكتور علي، ومن خلال عملكم في الأيام الفائتة وتحدث بأنه 26 يوم تقريبا من العزل لهذه المناطق، ما هي عدد العينات التي تم سحبها تحديدا من هذه المناطق، من المناطق 6، وكيف كان عملكم خلال الأيام الفائتة في المناطق المعزولة؟ إحنا العينات اللي تم سحبها من محافظة إربد كاملة، ما زلنا بس المنطقة هاي لحالها، ما بنحسب إنه بس من المناطق المحجورة أمنيا، صرنا ساحبين من المحافظة كاملة ما يفوق عن 7000 عينة في محافظة إربد من المناطق المحظورة أمنيا هاي ومن المناطق الثانية، ولكن ما بنحسب المناطق المحظورة أمنيا لحالها، لأن عندنا المحافظة إحنا وحدة كاملة متكاملة، زي ما بنشتغل في المناطق المحظورة أمنيا بنشتغل في المناطق الثانية. المقصود ألم يكن تكثيف لعمليات الفحص داخل هذه المناطق المعزولة؟ 100% في البداية كانت العمل مكثف دائما هناك في المنطقة هاي، لأنه كانت أكثر الإصابات الإيجابية كانت من هذه المناطق، وعلى أساسها تم حضرها حظر أمني. لكن إحنا مسحنا المنطقة كاملة تقريبا، يعني أغلب السكان الموجودين في المنطقة بحكم العمل الوبائي كمخالطين لصقين ومخالطين من الحلقة الأولى والثانية والثالثة، والمسح الشامل يعني شمل المنطقة كاملة، ما تركنا شيء، على أساس أنه نكون مطمئنين وضامنين أنه حلقة سلسلة العدوى انكسرت في المنطقة هاي وما في حدا يهاجم الثاني. باقي المناطق في محافظة إربد دكتور علي، الآن نتحدث عن محافظة إربد بشكل عام، ونتحدث بأنه 110 عينات جاءت نتائجها سلبية. الآن ما تم اليوم من فرق التقصي الوبائي، أين كان التركيز في عملية سحب العينات؟ عدد العينات التي تم سحبها اليوم بشكل عام؟ اليوم بالذات عد العمل فرق التقصي تم التركيز على لواء الرمثة أكثر من مناطق إربد. ليش؟ لأنه مناطق إربد تقريبا أكملنا الفحص للسائقية الشاحنات اللي كنا مركزين عليهم بالفترة الأخيرة، أكملنا الفحص لمنطقة الحي الشمالي لسائق الشاحنة ومخالطين والموجودين في الحي الشمالي، وأكملنا كمان فحص المخالطين تبع المخيم الحصن كويس. فأصفت أن الأمور في إربد عبارة عن حالة تفقدية، وين في مناطق إحنا يعني كنا شوي مأجلينها، ما في عليها خطورة كثير، فصرنا حاليا نشتغل فيها في إربد، زي ما حطينا خطة اليوم
على اساس ان نستكمل فحص الكوادر الطبيه اللي بتشتغل بالمستشفيات وعلى مواجهه مباشره مع الناس المخالطين. حطينا على فحص كمان الكوادر الامنيه اللي كمان بتساعدنا زي تبعين زي شباب الدفاع المدني المسعفين، هذول كمان على خط تماس مباشر مع الكورونا على اساس ان نفحصهم كمان نتاكد من صحتهم. وحطينا كمان خطه لفحص المرضى الجهاز التنفسي الموجودين بالمستشفيات، مرضى الكلى كمان حطيناهم ضمن الخطه تبعتنا. اليوم اكثر الفرق تم تركيزها في الرمثة على اساس انه في عندنا مخالطين من الحالات الايجابيه اللي اجت من المنطقه الحره، والمخالطين لحاله موجوده في لواء الرمثة تم اكتشافها امبارح، واستكمالا لشوفيريه الشاحنات اللي بيطلعوا على الخليج. كم عينه تم سحب اليوم دكتور علي؟ اليوم من منطقة إربد تم سحب 110 عينات، ومن الرمثة كمان تقريبا نفس العدد. طيب نعم. الآن كانت هناك تصريحات سابقة أكثر من 400 شخص فيما يتم الحديث عن سائقي الشاحنات، ومعظمهم تركز في الرمثة كما ذكرت. بالتالي الآن انتقلت عمليات التقصي، هل انتقلت من الأشخاص أصحاب الشاحنات وسائقي الشاحنات إلى المخالطين من الدرجة الأولى، الحلقة الأولى والحلقة الثانية، أم ما زلنا نتحدث فقط عن عينات تؤخذ من سائقي الشاحنات ومخالطي الحلقة الأولى فقط؟ لا، سائقي الشاحنات يعني بقدر أقول لك أنه إجمالا استكمل الموضوع، بقي بعض الأسماء فقط اللي موجودين ما كانوش يردوا على تليفوناتهم أو ما كانت عناوينهم واضحة، وهي الفرق التقصي يعني ما زالت بتتابعهم، يعني كل يوم معدودين على الأصابع اللي ظلوا بس فقط، وباقي كلياتهم الحمد لله تم استكمال الفحص لهم. لحد انه اللي بيجوا من بعد 12 شهر لحد ما صار انهم يفحصوا بالحدود، اللي ما بين 1 الشهر و12 الشهر الموجودين في محافظه اربد والرمثه هم يقارب حوالي 600 شخص يعني اجمالا من الجهتين من اربد والرمثه، واللي تم فحصهم تقريبا كمان نفس العدد. نعم، فهذا يعني انه استكمالا لفحص سائقي الشاحنات تم الانتقال لفحص الامور الثانيه. أشكرك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا رئيس فريق التقصي الوبائي في الشمال الدكتور علي الزتاوي، شكرا جزيلا لك.